بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أيتها الأخوات. حلقة اليوم أو درس اليوم رقم 17 تكمل لي أنواع العبادة وأدلة صناديه فنقر فقر غارج نرسي درس نسنا خوف نوشية وأنواع صناية وأدلة صناديه ودادوس من إن شاء الله قلت من ذلك. والخوف ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم إن إبليس نعصمي أولياء الشيطان تعني عصمي إن أكبر مخلوقة كتاقل نرى عصم إبارة لو يكر عاصم إبرة مرارية من أتك اسمينها بل نوشو تان مغريج نوشي إبرة تان مغريج. فلا تخافوهم جنة إبليس إيو أما وكاي غرا يغسدن دا زندا يغسدن دا تان هنو أغنى دار نفان يندقرن بي ضرن يندقرن بي يكرا سدقرن بي تان ترون عاصناي إن كنتم نصدر كوكو مؤمنين تان من الله دوني نادن دمي كوكو إن أقول على أسميك تنال أسمي تنال أسميك. والخوف من كان جلسنا أكوزو خوف طبيعي زي دقول لي هذه نكاك وإني هذه نكاك سيدنا موسى عليه السلام يم أما تشرور ملا عاش مكاكا تجينا دان نوشي تكاكا أجد دان محمود نفس المعشان كلا يعني جكر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوك أنا كاكا نوشي تكاكا عند آزم النفس نمار كلا يعني ته أجد دان دابق دان. إذا كان نبي موسى من أولي الأزمة فهو أطرع ملا تكاكا عاش مكاكا عندنا آزم جينا دان نوشي تكاكا تري فوادرشي الله يفرق موسى لاور. فأصبح في المدينة خائفا برانديكو خائفا أسرنا يترقب إسكر على فرعون برانديكو تصور كتر مرا أسرني جردني نما ترشرو مدينة تر كي دوياتي وراء إيدو جنغا. نشكر خوف العبادة أن يخاف أحد يتعبده نوشي أن أرر قريم أرر دوزر دو تورر دورنك يكرسد نوشي تكرا توادره نوشي نقولنا الخوف السر إن أي أور الله بردي أنا يرسو مغلو الآزرق إبليس الآزرق جن الآزرق سهر يرسد قرأ يرسد أي أروان اللي ينردو إن مريد بلانا كسر ينردو أنه صحر أي قصنا كده تتنسن أرى شرك أرى أنواع نوشاء أقضو أرى لأن خوف من عبادة جكر عبادة قلبية نوشي أورور أرنا هنا كين أرنيني داور أرنيني دقل أرنيني تهو جكر أرى فترة كنا عبادات قلبية. والعبادات القلبية خالصة لله الله سبحانه وتعالى مقلوب إنه مخلوط رأيه وكل توصل قلبية شيء قرآن قلنا عبادة لو بردنا قلنا الله سبحانه وتعالى يرينه إنه مخلوق رأيه وكل توصل لأن الله سبحانه وتعالى إن ذهل ينار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إبارة لما إبارة يعني توصل تنار خالص قسطن زلونا محمد صلى الله عليه وسلم تاندا ندرارة.
ودليل الرجاء رجاء منا عبادة در. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال ناي. الرجاء كان ماي إنساني في إنترا حقن كينا كان من دنيا تكير دا جين الله يفرج. فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء يرجو كان ماي ديناي رب سما درنا رب سما حقنا يوم القيامة وصو جنة دنك ترور الله نادا كان ما يدري توصو فليعمل جسناي إن جسوا الله مرد أما دور كان ما الله ترور ما كان ما يترى الله ترور ما دعنا ته في الرشاء ترو جسر توصل الله سبحانه وتعالى من الله إن شاء الله دورنا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فرقشني ترني بالإخلاصني ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم رسول زلون دا أدادا تواجه قسرني وغني شرك جنار دوكنني إبارة الله الله إنه أنكر جنار جنك كوغو إن شاء الله كان ماي الله درنا حكمنا ودليل التوكل التوكل دروره هو الاعتماد عليه الاعتماد عليه اعتماد عليه دولة عند نرد عنه من رزقك إنه نحن بدر برانينا مخلوق ترى برانم الله سبحانه وتعالى بدر برانينا التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه تكيج الله سبحانه وتعالى والتوكل على الشيء الاعتماد عليه يعني الله عزبدنو إناي بلادن غني ينك إنا دورين غني يارك يعني معنى ما إذا توكلت على الله الله عز وجل يكفيك ترتر براني غنم جنر كفنين زودتر دورين غني كوهو الله را داو كرموله إنوتي الله سبحانه وتعالى كفنجينه نجارك ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني الله مريري كفنجينه درى درى نجار إنا ناقص تماني الله نجنه والتوكل من الدامة كنجلاسنا التوكل على الله وهو إتمام إيمان ما قلنا الله لو كنا تمد الإيمان الكامل لا يحصل إلا حينما تتوكل توكلا كاملا على الله عز وجل إيماننا تمد كمال الإيمان أعلى درجات الإيمان دغمة وصو الله سبحانه وتعالى لنلاقي نظامك إن رجنا قلنا الله رزمك ومن يتوكل على الله فهو حسبه الثاني توكل السر تزنده أورو لعين توكل جنة أورو لعين كير أور نمر أن آي أو كبود رجنة أو أن نرو أو إبليس أور نمر أرر إن براين كسر يندو تورر دور رعين كير يو نفع تان بلاندنا يار غير اندا انو الله غير در مخلوق ترى تكغا توكر غير ما توصى الشرك اكبر اسلام قلنا نجدك الله بلا ما يار تزوندو داغا اما دا توكلنا توكلنا نبي توصوني كال داغا حتى محمد صلى الله عليه وسلم توصوني كال داغا جبريل توصوني كال داغا ان كور توصوني كال توكل نوع تكغا اندا اسلام نجدك تزوندو صب توكل نقضنا الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته تنوادره قرورة أنا أمره درجة بيت لديه تنمر لها زبدن لازم أنا أي نبط لديه
خاصية على كنا دي أما قرار كنا هناك دي لازم تعلم مرودة وكل دنو أنا ريت عن درينك من أرى وكل دنو تقصو وكل كنا كنا ونقلنا من أرى أجاق دنو تقصو إنو أبرادنو قسيا فلا تامو أين زندو أي شرك أصغر. الرابع توكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيم غيره في أمر تجوز فيه النيابة. أجندا يعني عند ورشي قرنجي يعني ما بورو يعني ما قنال بيو أو دانغ ما قنال بيو أو أبان ما أو أرين ما كان ورشي قرنج موضوع يعني مدرسة وترورا عند ميتان قرق المر عند يلا قلنا تان وكالة نندى يليا تربية صندوق قلنا حفظه إيو محكمة در أنترار قضية رأتي عند قرصة ينمر عند تان وكالة النيابة تان وطان آي جي قستن تكافارين كفا أرى قلنا جندان أرى زي يعقوب عليه السلام يليا سنار وكل جنين سرطناني يوسف يا دانس مران دو مكه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه تكائم مكه. وايضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا لا يا مرتيسيه سايسيه شيخ مرقاتشين صغرى علي بن ابي طالب ميزان سمنه دويمة فاطمة أئمة رابع خلفاء الراشدين تر سغراتهم نجل وكالجيني دير سغرات نريع الوان يجري أي وكالة عندك في حجة الوداع سغراء ألي أرواجه ده. وكذلك علي بن أبي طالب رسول صلى الله عليه وسلم من مكة تروني مدينة هجرة ريجنا أمانا أما قلنا أما ما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم نبو مريدي مريدي شروعي جنر بركة حقا ما مراد الله مي روز اندرا أمانا اندرا قلنا قوي تشاو فاتقو قوي جنك تر أهلي بن أبي طالب تر وكالجيني تانددت وصوه أما أرانانا قلنا إنا سنبيل إجمع أرى قلنا جاهز. ودليل الرغبة الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب محبة الوصول إلى الشيء المحبوب ته. وكذلك دليل الرهبة الرهبة دوره الخوف المثمر للهروب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل. أنا قلنا نوع من أنواع نوشي رغم أن نوع من أنواع كنماي كنماي من الدرجة رجاء نشي وانت الرجاء المولي بيو الرغبة كرقوما نوع تراسمة بيتوس. والخشوع الذل والتضامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. أنا نوع من أنواع نوشي لكن نوشي خوفني درجة الرهبة تربي الخشوع تربي. إذن دليل الرغبة والرهبة والخشوع قلنا دليل صندوق قول الله تعالى إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ذه كنمي ورهبا نوشي وكانوا تقصدنا أرى عباد الله الصالحين لنا تندر خاشعين تكات تقصدنا. آية آية وصف لعباد الله المخلصين
الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل ته يدون كل عندك بلا عندك الله رغبا كنما إني الله بلا عندك والرغبة نوجني بلا عندك وخشوع إني تكاني بلا عندك سواء كان الدعاء بلا عندك دعاء مثلا ونكال أو دعاء عبادة ونكال جنار بلا عندك ناي وعلماء فاتقر الرجاء كوكو كي أنوره وشو كدمين ما الله جنة يدن قري الله من التنغر غفرين قري كدمين ما تكي أنوره كي وشن ينغر تكيغر كدمين ما بيق سنين يغلب الرجاء على الخوف في حال المرض ناي علماء يقول كيف تكيفت علماء يقول كيف تكيفت كي أنوره شو سنج ماذا جنة كتر نوشو بي كسي ناي الله سبحانه وتعالى خير من الله تغرينا من ربما يكون استدراج شجادة رزق زندو كزرو الله سبحانه وتعالى زافروني شجاي من تغير شجاي انجره غارون نزا شجاي من شجاي انجره هامان نزا شجاي من شجاي انجره كتر تانا زندو كزرو الله سبحانه وتعالى تورر دور انجره تكن نوشر ما كتر بي جسنا نكي انولا وسكنا كني خير تامن جنغر تكي جسنا ودليل الخشية الخشية انظروا هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه لقول الله عز وجل الله يفرقه إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أعلى درجات نشاء أنجنيت كغير الله بعرش إلا الو ارى الله من احرى اندرا توجكر الله من عاشتك الذي يجهلك الذي لا يعرفك يجهلك من الناي اي منطوق مفوس ما اني ان انداي حرنجنا جالجن ودليل الانابه كرتنا قول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من معنى التوبة الله ما تريدك أي غزو وأنيبوا إلى ربكم ويسغ صدق إلى ربكم رب دمرة وأسلموا له ويسغ صدق الإسلام مرة كان جلاسنا شو إسلام كوني وإسلام شرعي الله عز وجل إسلام كوني ما كل مخلوق مريه اللي كنا قلنا إسلام راه اللي كنا مريه دابوني كال دغنوني كال الله يفرقره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من أي فلن يقبل إسلام من غير دين كربو ينته قبلتنا الله تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام سوني دين كرم رأينا تغسو مرتا أصار أصار ديناي أصار بيم لكي كنيناي آي قرآن مدو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرق ره إسلام كوني لا برتدو كل مولود يولد على الفطرة الفطرة إبراهيم ره إسلام أنتوس قره نانا جنة الله إسلام را مسلم الله هلكين ناي ما يرجع الإسلام الله داخل لكننا داغنت كسر
أما ما يورد كسيرة أو أما يهودية كسيرة كاشن يورد لهم تغنك أو أما ما عيايا ترى نصارى كسيرة كاشن الدين النصران هذا الدنيا أو مجوسي كسيرة كاشن المجوسيني هذا مجوس الدنيا هنا أما كهولون الله أنهلكين غير نانا جنة إسلام لا هلكين حتى كرون تقولون جنة أي إسلام كوني عندك أما إسلام الشرعي وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام تيني استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الإسلام ته أن تشهد أن لا إله إلا الله في حديث جبريل نذره الراوي عمر بن الخطاب. الإسلام الشرع دوره أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. الله رمضان بك يدعو يا رب العالمين ينرى قندا أزمنة عديدة ألا ينرى أنا عشرة ألا رمضان بك يدعو يا رب الله عشرة يقصدناني بك يدعو وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إسلام دور آي إسلام شرع دور آي آي الإنابة لو بردنا ودليل الاستعانة استعانة دور ترك برادو الله لو ترك برادين طلب العون الاستعانة ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هو طلب أو هي طلب العون ترك برادو يا ربانيك الله ربانيك تنا عبادة عبادة إياك عند بس نعبدك عند هنوكر كل أبرندار لأنه عند الرب تندنا عند الله تندنا إن جكر هلق دنما رتير وإياك نستعين عند أن نتركه بلندرك حديث كما يرو إذا استعنت فاستعين بالله تركه بلانيك لتوصو الله ربانيك أقول معلم أريد ده صوصيج ده سر في كتوصو الله وكري عند التوصو كمال ترك الله ما تين فاتري جوكو طلاني ده تبغلك أما جيج كاني تبغ نقلك الله يجزو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.